السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أهم الإعدادات في Open Project، أقدر أجي هنا وأقول له Administration، فلاقي هنا اليوزر، دي اليوزر الموجودين اللي تقدر تحطهم على أي مشروع، تقدر تعدل فيهم زي ما أنت عايز، تقدر تضيف يوزر جديد، تمام، تقدر تعمل سيرش عليهم، تقدر تشوف شخص معين مثلا تقدر عشان تدخل تعدل فيه. طيب هقول له أنا عايز أضيف يوزر، فبيقول لي دخل الاسم والإيميل وال هل ده عايز يبقى administration ولا لأ، هيبدأ يعملهم. طيب جروب، أقدر أعمل جروب بحيث أقدر أنظم الشغل عندي، أقول مثلا جروب إكس، تمام، اليوزر اللي موجود في الشخص دوت، تقدر تحط كذا شخص في الجروب. الرولز، يعني لما أقول إن الشخص ده member إيه الصلاحيات بتاعته، لما أقول إن هو reader إيه الصلاحيات بتاعته، تمام. طيب اقدر ادوس على الممبر واقول له مثلا انا عايزه يبقى من صلاحياته مثلا ان هو يعمل سيلكت بروجكت مودلز مثلا، يعني تقدر تعدي للصلاحيات بتاعته، يعني الادمنستريشن المفروض ان هو عليه كل الصلاحيات دي. في واحد تاني قال في الممبر قال، فالممبر تقول له مثلا خليه يشوف الاعضاء اللي معاه في المشروع، لو مش عايز خلاص تقدر تخليه ما يشوفش الناس اللي معاه في المشروع، تمام. الباكج تايب، التاسك ده الرمز بتاعها، المايلستون، الفيسز، الباج، وهكذا. اقول له تاسك، اقول له لا ده انا عايز يبقى باللون الفلاني بالشكل الفلاني، ده مايلستون، الاسم بتاعه، الفورم اللي موجوده هنا، الباكج ستاتس، دي الالوان بتاعتها تقدر تعدل فيها، تمام. هتلاقي هنا قائمه تقدر تعدل تخدم بيها اللون اللي انت عايزه، وتقدر تغير الاسم، يعني حتى ممكن تعرب لو انت مطلوب منك حاجه بالعربي تقدر تخليها بالعربي. نفس الفكره برضو للورك فلو، تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل اديت للحاجات ديت، فالنيو هيبقى موجوده فين، كل واحده فيهم تبدا تعلم عليها زي ما انت عايز. الديزاين مثلا تبدا تشوف اللوجو اللي موجود هنا، تقدر تشوف الالوان لو انت عايز تغير الالوان، تقدر تلغي اللوجو وهكذا.